ديال الصباح الخدمة، حطيت الموتور ديالي سديتو بالسنسلة لوكيتو، مشيت كنت ديبلاسمون مشيت لكازا الخدمة. ملي جيت مع الثلاثة تفاجأت ما كنلقاش الموتور، قلبت سولت ما الموتور ما كاينش. استعنت بواحد الجار حدانا عنده كاميرا، ملي رد لي الفيديو وهذا لقيت بأن الموتور كانوا هما أربعة الأشخاص، واحد فيهم بقى تيحلو شي هذا، خدا المهم خدا راحتو خدا الوقت ديالو حتى حلو على خاطرو ودفعو ومشى. يعني الموتور الموتور هو باش تخدم به باش تخدم بلاصه؟ صراحه داك الموتور هو باش خدام به، وخدام به على والديا وعلى وليداتي. داو لي الموتور الصباح جيت به، في العشيه مشيت على رجلي حتى للسيد طيبي. ما صراحه رزاونا فيه في هاد العواشر هادو، الله ياخذ فيهم الحق. كان نافع سواء هو باش خدام. مسافه كبيره يعني، من راه عندك اكثر من 20 كيلومتر باش كنجي. كنت محسوب على قنيطره؟ محسوب على قنيطره، وحتى الترونسبور شويه تما يعني خصك ساعتين ولا ساعتين ونص هذا باش توصل الخدمه، وما كاينش وقليل. الموتور كان نافعني صراحه، لا اله الا الله. وشنو درتي دابا؟ واش درتي شي اجراءات؟ مشيت للكوميساريه درت ديكلاراسيون بلي راه تسرق لي الموتور. خليفه على الله. عطيتهم فيديو؟ عطيتهم فيديو بيان سي. وشنو قالوا لك دابا؟ صافي الاجراءات دابا راه قال لك غاديين في الاجراءات، قال لي حتى تعاود ترجع عندنا نهار الاثنين. عاد مشيت انا للبيرمانونس، الموتور مشى لي الجمعه ملي مشيت في العشيه، كانوا حابسين السبت والحد راه ما تيخدموش. مشيت للبيرمانونس صافي، المهم خذوا من عندي داك الشيء، ونهار الاثنين غنعاود نهبط عاوتاني هذه ديال اكدار، دائره اكدار. النوع ديال الموتور شنو هو؟ نعم؟ النوع ديال الموتور؟ النوع ديال الموتور انا عندي داك الجيطان السيميا، دير بحال البيكان حتى هو. بحال البيكان، السيميا راه معروفه في هذاك اللي لابس واحد بحال كابيتشو ازرق هو اللي كان دافع الموتور. المهم وجهه ما باينش مزيان، كان واحد قدامه الملامح ديالو باينين، وكانوا جوج في الشانطي، واحد دافع موتور والاخر قدامه، هذوك حتى ما باينينش الملامح ديالهم مزيان.